سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. الاستمتاع بالليالي الحارة، هل تتذكرون كيف كنتم تقضونها أيام الطفولة؟ فمعظمنا كان يذهب لتناول الطعام مع الأصدقاء أو لمشاهدة الأفلام في قاعات السينما أو التجول بشوارع المدينة، لكن هل سبق لكم الاستمتاع بمدينة الملاهي وتجربة أخطر الألعاب؟ فمعظمنا يشاهد صراخ راكبي الألعاب التي توجد بالملاهي، لكن هل سبق وجربتم واحدة من هذه الألعاب؟ إليكم عشرة من أخطر ألعاب الملاهي حول العالم كله. إذا كنت تعاني من أي اضطرابات بالقلب والصحة فلا تذهب إلى مثل هذه الأماكن، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ. وإذا كنتم من محبي المغامرات والتجارب فضعوا أحزمتكم واستعدوا للمغامرة. الجاذبية القصوى. اخترعت هذه اللعبة عام 2002، فهي من أخطر الألعاب حول العالم. تدور دورة كاملة 180 درجة على شكل دائري في البداية، ثم شريط طويل يبدأ من الأعلى، طولها 400 متر وارتفاعها 35 مترا وسرعتها 90 كيلومترا بالساعة، وهي من أخطر الألعاب على الجميع. الشريط المميت. هذه اللعبة من أخطر الألعاب حول العالم، تلف براكبيها 360 درجة، ارتفاعها 160 مترا وسرعتها 120 كيلومترا في الساعة. إذا كنت من محبي الألعاب الأكثر رعبا عليك تجربة هذه اللعبة ولو لمرة واحدة على الأقل. جسر الفجوات. من أخطر الألعاب عالميا، يوجد في الصين، فبالطبع قد سمعتم عن جسر الزجاج الذي صنع في الصين، والذي إذا سرت عليه ستشعر كأن الزجاج ينكسر تحت قدميك وأنك قد أوشكت على السقوط. وهذا البرج أيضا من أخطر الألعاب، حيث أنه مرتفع 500 متر فوق سطح الماء، والمسافات فيه غير متساوية على الإطلاق، فعلى كل من يريد تجربة هذه اللعبة أن يرتدي حزام الأمان، لأنه خطر للغاية، فعبوره ليس بالسهولة التي تشاهدونها على قنوات اليوتيوب، بل هو خطر للغاية، فمن الممكن سقوط عابريه بأي لحظة. الدائرة الهوائية. سرعتها 120 كيلومترا بالساعة، ارتفاعها 170 مترا فوق سطح الأرض، فهي تدور 90 درجة بالهواء. بعض اللاعبين يشعرون وكأنهم فوق السحاب لشدة الهواء والبرودة، وهي من أخطر الألعاب حول العالم. الكرة الطائرة. ترتفع 200 متر فوق الأرض ويسقط راكبيها بالهواء الطلق، هكذا مثل ما تشاهدون تماما، فهي تنزل من أعلى إلى أسفل بأقصى سرعة لها. ستشعر بأنك قد سقطت تماما ولن تعود للحياة مرة أخرى. المقلاع. هذه اللعبة خطرة للغاية، فهي تلف 360 درجة حول نفسها، يمكن أن يرتديها شخصان معا. إذا كنت من محبي المرتفعات يمكنك أن تجرب هذه اللعبة، لكنها خطرة لمن يعانون من أمراض القلب وغيرها، فاحذر عزيزي المشاهد، حيث أنها ترتفع بأقصى سرعة لها ثم تسقط أيضا بأقصى سرعة لها. سوينج العملاقة. جميعنا جربنا العديد من الألعاب، لكن هذه اللعبة تختلف تماما، فهي ترتفع عن سطح الأرض ب 1300 متر وسرعتها 80 كيلو مترا في الساعة، تدور 180 درجة. وقبل السماح لك بلعب هذه اللعبة عليك توقيع تعهد تتخلى فيه عن أي مسؤولية قد تحدث لك. من جربها مرة لم يجربها مطلقا، لأنها في الهواء الطلق ومن الممكن حدوث أي شيء في أي لحظة لحياة محبي هذه اللعبة. كرسي سوينج. فلاعبو هذه اللعبة يجلسون فوق هذا الكرسي ثم يضعون أحزمة الأمان، وبعدها يدفعونهم في الهواء الطلق على ارتفاع 360 متر فوق الأرض. هل يمكنك تخيل ما مدى خطورة هذا الأمر؟ قطار الموت. وأخطر قطار هو الموجود في مدينة ملاهي أمريكية، حيث تبلغ سرعته 90 كيلومترا. إذا كنت من محبي الإثارة والتشويق يجب عليك تجربته. أتمنى أن لا تصابوا بالدوار بعد مشاهدة كل هذه الألعاب. انعدام الجاذبية. هذه اللعبة لمحبي الطيران، إذا جربتها سوف تشعر وكأنك تطير في الهواء منعدم الجاذبية مثل سوبرمان، تندفع من الأعلى متوجها نحو الأسفل. لا تخف، هناك ما ستسقط عليه. الملهى المخيف.
أنشأ هذا المطعم بأعلى طابق فيه لعبة مكونة من 5 كراسي متحركة وتتحرك بسرعة 85 كيلومترا في الساعة براكبيها، وهي من أخطر الألعاب في العالم، حيث أنه لا يجرؤ أحد على فتح عينيه والنظر للأسفل مطلقا. القطار الهابط، هذا القطار الذي ينزلق من أعلى نقطة بالفندق إلى الأسفل ويخاف راكبوه دوما من السقوط للأسفل بهذه السرعة. يمكنك أن تجربه مرة، لكنني أثق أنك لن تكررها مرة ثانية مطلقا. القطار الأسترالي، هذا القطار الذي يسير بأقصى سرعة بين جبال أستراليا، والذي يعد من أخطر الألعاب حول العالم، حيث أنه لا يوجد فيه محرك للتوقف بأي لحظة، وهم غير مسؤولين عن أي مخاطر تحدث لأي شخص. قطار أمريكا، أسس عام 2002، يرتديه اثنان معا ويرتفع عن الأرض 215 مترا ويسير بسرعة 115 مترا في الساعة. يجب أخذ الحذر عند تجربة مثل هذه الألعاب. السهم السماوي، هذه لعبة مثل الطائرات الورقية، تدور براكبيها 360 درجة بسرعة 110 كيلومترات في الساعة. عرضنا عليكم بعضا من أخطر الألعاب حول العالم، أي من هذه الألعاب تحب أن تخوض تجربة اللعب فيها؟ يمكنكم التعليق أسفل الفيديو. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.